هل من نصيحة للذين يصورون في الحرم بجوال الكاميرا؟ عليهم أن يتقوا الله وأن يتجنبوا التصوير، لأن من يصور ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله المصورين. المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. المصور يؤتى به يوم القيامة وتحضر الصور التي صورها فيعذب بكل صورة، كل صورة يجعل له نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله، عدد الصور، ويكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ما بالتعجيز له. فالتصوير يا عباد الله خطير جدا، وإن تساهل فيه الناس اليوم تراه خطير، خطير جدا. اتقوا الله واتركوا وانصحوا من ترونه يفعل ذلك. نعم.